أحدى خفايا ملف الاتصالات والإنترنت في اليمن تتكشف جزئياً دون معلومات وافية حول قطاع اقتصادي حيوي يعد أحد أكبر مصادر الإيرادات المالية الضخمة للميليشيا الحوثية وأكبر مصدر لتغذية حربها على الشعب اليمني إلى ما لا نهاية. مجلس النواب وفي تقرير حديث له أثار قضية كابل بحري للاتصالات تم تشفيره وتعطيله بشكل متعمد خدمة لميليشيا الحوثية الإرهابية، ما أفضى إلى هيمنة الميليشيا على الكابل البحري وبقاء قيادة الشرعية والجيش والشعب اليمني في المحافظات المحررة عرضة للتجسس من خلال سيطرة الحوثيين على الاتصالات والإنترنت. في تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق بشأن مخالفات في قطاعات الكهرباء والنفط والاتصالات، دعت رئاسة البرلمان الحكومة إلى سرعة تحرير الاتصالات من تحكم واحتكار ميليشيا الحوثي ومنع استغلالها للموارد والمعلومات. ضمن توجيهاته للحكومة تبدو الخطوات العملية واضحة لوضع حد لهيمنة الميليشيا، حيث دعا البرلمان الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة وتشغيل الكابل البحري في مناطق الشرعية لتقديم خدماته للناس تحقيقا للغرض الذي أنشئ من أجله، وفتح تحقيق شامل حول ملابسات تشفير وتعطيل الكابل البحري مما حوله إلى سيطرة الإنقلابيين الحوثيين، ومحاسبة كل من تسبب في تعطيله وما ترتب على ذلك من تعطيل لمصالح الناس وإضرار بعمليات الاتصالات والمعلومات. حولت الميليشيا قطاع الاتصالات إلى وسيلة حرب وأخطر أدواتها بدلاً عن كونها خدمة للجمهور، وفق تقرير صدر عن مبادرة استعادة في يوليو العام الماضي ذكر أن الميليشيا نهبت نحو 84 مليار ريال من شركة اتصالات واحدة في اليمن هي شركة يمن موبايل خلال العام 2021. أفاد التقرير بأن ميليشيا الحوثي تحصل على مليارات الريالات سنوياً من إيرادات قطاع الاتصالات من خلال مبيعات خدمات الإنترنت وخدمات الاتصالات وضرائب الأرباح على شركات الاتصالات العامة والخاصة، بالإضافة إلى الرسوم الزكوية ورسوم تجديد تراخيص الشركات الخاصة، حيث تسيطر الميليشيا الحوثية فعلياً على إيرادات شركات الاتصالات الخاصة والاستيلاء على أرصدتها وأصولها. فريق لجنة الخبراء الأممي في تقريره الصادر عام 2022 قال إن قطاع الاتصالات اليمني يشكل مصدراً رئيسياً لإيرادات ميليشيا الحوثية وأداة خطرة لمراقبة اليمنيين. وسبق لفريق الخبراء في تقريره الصادر في فبراير 2019 إيراد الأموال الضخمة التي تجنيها الميليشيا من عدة قطاعات منها قطاع الاتصالات، حيث أفاد أن الميليشيا تجني 159 مليون دولار سنوياً من هذا القطاع. تشير تقارير أخرى إلى أن الميليشيا استولت على أكثر من 3 مليارات دولار من إيرادات وعائدات وأرباح قطاع وشركات الاتصالات خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2018. للحديث حول هذا الموضوع ينضم معنا المهندس محمد المحيميد، مهندس الاتصالات. سيد المحيميد أهلا وسهلا بك. إذا معلومات خطيرة تضمنتها رسالة برلمانية إلى رئيس الوزراء شملت مخالفات من عدة قطاعات منها الاتصالات، أبرز الانتهاكات التي رصدتها في هذا التقرير. تحية لكم المشاهدين الكرام. في الحقيقة فإنما ذكره تقرير اللجنة البرلمانية وأيضا رسالة رئيس مجلس النواب التي غطت هذا التقرير والموجهة لرئيس الحكومة، يعني كان التقرير صادما للرأي العام نتيجة لما وضحه في أكثر من قطاع سواء في الكهرباء والنفط أو الاتصالات. وما يهمنا الآن هو الحديث عن الاتصالات. تحدث التقرير عن أن الحكومة لم تفعل شيئا منذ بداية الحرب حتى الآن من أجل استخلاص هذا القطاع من سيطرة الحوثيين، بل الأدهى ومن ذلك بأن الحكومة يعني تورطت، والوزارة ووزير الاتصالات السابق
بفشل مشروع عدن نت وفشل الكيبل الذي دفعت فيه الحكومه تقريبا 58 مليون دولار، وتم استخدم ذلك الوزير مهندسين من صنعاء الى عدن، وقام هؤلاء المهندسين بتشفير هذا الكيبل والتحكم به من صنعاء، واصبح الان تحت سيطره الحوثيين، وهذه فضيحه يجب ان يحاسب عليها من تسبب بذلك. وايضا ذكر التقرير كثير من المخالفات الدستوريه والقانونيه فيما يتعلق بالاتفاقيه التي وقعت مؤخرا بين بعض الوزراء في الحكومه مع شركه اندكس الاماراتيه، واكد التقرير بان هذه الاتفاقيه هي والعدم سواء نظرا لمخالفتها للقانون والدستور اليمني، وطالب الحكومه بوقف اي اجراء فيما يخص هذه الاتفاقيه. كما ايضا تطرق التقرير الى الاموال التي لا تحصل الحكومه من شركات الاتصالات وتذهب بالكامل للحوثيين، ايضا تطرق التقرير الى التعامل المزدوج مع شركه يو او التي كانت سابقا تسمى MTN، حيث ان هذه الشركه متوقفه في عدن ولكنها تعمل في بقيه المناطق المحرره. في ازدواج استغرب منه التقرير وطالب الحكومة بتوضيح سبب هذا الازدواج، وذكر نقاط أخرى. الخلاصة أن هذا التقرير في الحقيقة يعني يعتبر في تقديري كافيا لسحب الثقة من هذه الحكومة ومحاسبة القائمين عليها. كيف يعني أنت يعني كمختص في هذا المجال كيف تفسر يعني هذا الإجراء من الحكومة، يعني مصدر دخل وإيراد يعني كبير للحكومة بعشرات الملايين بل مئات الملايين في كل عام يتم الاستغناء عنه بكل بساطة على ما يبدو مما استنتجناه من كلامك، كيف تفسر يعني هذا الأمر؟ في الحقيقة هو فشل وفساد وضعف، وربما يصل الوضع إلى يمكن القول الإعدام الوطني وربما الخيانة الوطنية. حقيقة نترك مثل هذا للبرلمان والرأي العام، ربما القضاء ليحقق في ذلك إن يعني سمح الدهر بذلك. لكن في الحقيقة أن المسؤول الذي يتخلى عن واجباته الواضحة والبينة بهذا الشكل ويتهاون فيها بل ويتواطأ في تهريب معدات الاتصالات وتركيب معدات الجيل الرابع للحوثيين في المناطق المحررة لا يمكن أن يتهم بغير الخيانة الوطنية، وبالتالي نطالب البرلمان يعني ونحييه على هذا التقرير وعلى هذه الخطوة، ونطالب بالمزيد من الرقابة والمحاسبة للسلطة التنفيذية وأجهزتها، ونطالب القضاء أيضا أن يتدخل في ذلك، ونطالب النائب العام أن يتحرك في ذلك أيضا. أنا في تقديري أن الرأي العام أيضا والإعلام يجب أن يستمر في تسليط الضوء على مثل هذه المخالفات. نعم. وربما تتكشف لنا بعد ذلك أن مثل هؤلاء الفاسدين يتلقون الكثير من العمولات المالية والرشاوة من شركات الاتصالات الخاضعة للحوثية. نعم، كل الشكر لك مهندس الاتصالات محمد المحيميد.